هجوم كاسح على قناة الجزيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، فتحت هاشتاجات مختلفة مثل قطر تنتفض وقناة الجزيرة وأحرار المرة. تداول العديد من رواد مواقع التواصل آراءهم المختلفة تعبيراً عن غضبهم واستنكارهم لحالة التجاهل من الحراك السياسي في البلاد. لكن ما هو سبب هذه الهاشتاجات؟ دعونا نعود إلى الأيام الماضية وتحديداً أزمة الانتخابات التشريعية الأولى في قطر، والتي كان من ضمن أحداثها اعتقال المحامي القطري هزاع المري، وذلك بعد نشره عدداً من الفيديوهات والنزول إلى الشارع احتجاجاً على منع عدد من القبائل ومنها قبيلته المرة من خوض الانتخابات بسبب قوانين الانتخابات الجديدة. الجهات الأمنية اعتقلت العديد من المحتجين بجانب هزاع، ورغم الوعود بالإفراج عن بعض هؤلاء المعتقلين إلا أن هذه الوعود لم تنفذ وفقاً لأقارب المعتقلين. دعونا نشاهد. خير يا جماعة، تليفوني عليه ضغط اتصالات ورسائل بخصوص بي وعمي حمد، فيه بشاير خير انهم بيطلعون الليله ان شاء الله، لكن ما فيه شيء رسمي، ما حد اتصل علينا ولا فيه شيء رسمي الى الان. الله يمسيكم بالخير يا جماعه، تليفوني عليه ضغط اتصالات ورسائل بخصوص بي وعمي حمد، فيه بشاير خير انهم بيطلعون الليله ان شاء الله، لكن ما فيه شيء رسمي، ما حد اتصل علينا ولا فيه. حملة الاعتقالات ليست هي الأمر الوحيد الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تجاهل التغطية الإعلامية للعديد من القنوات الأخبارية القطرية وعلى رأسها الجزيرة كان ملفتاً للنظر، واتهم المغردون في قطر قناة الجزيرة بالتجاهل وإغفال المعلومات، وهي الاستراتيجية التي اتبعتها القناة، وكان ذلك بشهادة العديد من القطريين أنفسهم مثل سعود الفراج المري الذي اتهم الجزيرة تحديداً بعدم المهنية. فلنشاهد هذا الفيديو. الجزيرة يكفيك سفهاً وخيانة للمهنية غيابكم لمدة أسبوع عن حدث يبعد عن مقركم بضعة كيلوات، بعد انتهائه تصفونه بالمخالف والمسلح. كان جيتوا وقطيتوا، موقعنا قريب وواضح وأقرب من ميدان التحرير ومن طرابلس ولا يحتاج تصريح للدخول. فالأمر هذا ونشر مثل هذا الخبر وهذا التقرير ما يقل في عيوننا عن إنزال قوات فك الشغب رجلية وخيالة، وصاحب الشور ذا كنه ذاك إذا ما كان هو. ما يجهل الجزيرة أن المعتصمين فضوا اعتصامهم بتدخل شخصي من سمو الأمير، فمن المعيب والمشين نقضه بهذه الصورة بعد انتهائه. الشاعر القطري محمد بن الذيب كان له نفس الرأي، حيث هاجب ابن الذيب قناة الجزيرة خاصة بعد التغطية الإعلامية للاحتجاجات. دعونا نذكر أيضاً أن الشاعر القطري قضى 5 سنوات في السجن على خلفية قصيدة انتقد فيها النظام القطري قبل أن يحصل على عفو من أمير قطر تميم بن حمد. فدعونا نشاهد. الجزيرة القناة ما غطت أحداثنا المشروعة اللي خطبها ولا تمرها والمواطنين في بلدهم، يعني المواطنين موجودين ما بينه وبين الجزيرة الشيء، سمعتوا كل الكلام هذا، ورغم ذلك تكلموا الشباب على استحياء وبدوا باحترام في البداية أن الجزيرة وين الجزيرة منا وفينا، وتكلمت وسألت عن بعض الشخصيات اللي فيها على سبيل المثال جمال ريان، وكان جمال ردهم مؤدب حقيقة ولكن غير مقنع، كان في غاية الأدب وفي ولم يكن في غاية الإقناع. يقول احنا ضيوف في البلد، هو فيصل قاسم وغادة غويس وغيرهم، إذن يا قريب كن أديب، إذا أنت ضيف كن أديب ولا تدخل في شأن غيرك. لكن بعد ما استجابوا الناس المطالب الأمير اللي قال عطوني من 2 إلى 3 أيام، يعني بكرة إن شاء الله آخر يوم يجينا علم طيب، بعد ما استجابوا الناس قامت الجزيرة. وهنا أريد أتكلم من زاوية مختلفة الآن، إحنا الجزيرة صبرنا ما تكلمنا عليها لأن المذيع المتألق محمد المري حاول يبرر لهم فيديو
فيديو يعني سطحي، لكن قلنا ما عليش محمد المري عقليته نظيفة، قلنا يمكن عنده حاجة بيقدمها بعدين، أو هم بيقدمون له حاجة أو بيجون يغطون. ما حصل لهم غطوا ولا كفوا شرهم، يعني ما جاء منهم خير للناس ولم يكفوا شرهم عن الناس. الجزيرة القناة خلاف الاحتجاجات القطرية كان أيضاً على مستوى بعض القيادات المقربة من السلطة، أبرزهم مستشار أمير قطر عبدالله الوذين الذي هاجم قناة الجزيرة عبر حسابه في تويتر من خلال إعادة نشره تغريدة العبدالله بن حمد العذبة الذي جاء فيها: تقريركم هذا هو لتلميع صورتكم بأنكم نقلتم الآخر، بينما الواقع هو أنكم تجنبتم نشر التغريدات التي سألتكم. أين أنتم من الاعتصام الذي استمر 4 أيام؟ ما زال السؤال قائماً ولن تردوا عليه ولن تنشروا هذه التغريدة. بئس المحرر والمعد والمقدم والمخرج. أزمة الانتخابات القطرية والتغطية الإعلامية من المنابر القطرية وحملة الاعتقالات المتعلقة بحرية التعبير وتكميم الأفواه كان لها صداها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي. فمثلاً حساب باسم صالح علق وقال: قناة الجزيرة مهتمة بمستقبل أفغانستان والحالة الاقتصادية في لبنان، ولكن لو نظروا ودققوا بمسافة 4 كيلو داخل قطر فسيجدون وقفات احتجاجية. أما الموسى فغرد وقال: مشكلة قناة الجزيرة أنها رفعت شعارات ليست لها ولا كفؤ لها، سواء القناة أو الدولة التي تمثلها، ادعوا عكس الواقع وعاشوا هذا الوهم. وأخيراً عصام الذي قال: وماذا عن قمع المتظاهرين في قطر وقتلهم والربيع القطري والمطالب بسقوط نظام تميم؟ يا جزيرة